السلام عليكم ورحمة الله. أحبتنا في الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. في حد ممكن يخش الجنة من غير ما يصلي صلاة واحدة؟ سؤال. تخيل كده إن حد ممكن يدخل الجنة من غير أن يسجد لله سجدة. نعم، في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلي عليه، لما أرسل سفير الإسلام سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، أرسله ليدعو أهل المدينة، وكان من سادات المدينة أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه. ذهب ليلتقي بعدما انتشر خبر مصعب بن عمير بدعوة الناس إلى الإسلام ودخول الناس كثيرا في الإسلام. ذهب أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه بحربته وركزها أمام مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، وكان مغضبا، فعرض عليه مصعب كلاما فأقره وأحبه ثم استمع إليه، فأشرقت شمس الإسلام في قلب أسيد بن حضير، ثم يعني انتشر الإسلام ولم يبقى بيت من بيوت الأنصار إلا ودخله الإسلام إلا رجل واحد اسمه الأصيرم عمرو ابن ثابت ابن وقش. الأصيرم عمرو ابن ثابت ابن وقش، هذا الرجل تأخر إسلامه حتى انتقل رسول الله صلى عليه من مكة إلى المدينة وأقام دولة الإسلام، وبدأت الغزوات. أول غزوة كانت غزوة بدر، الغزوة الثانية كانت غزوة أحد. هذا الرجل أخر الله إسلامه إلى هذه الغزوة ولم يسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت هذه الغزوة. فلما جاءت هذه الغزوة ويعني اشتد الأمر، ألقى بنفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه بين يدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى الغزوة وأن يحارب المشركين، وهو لم يصلي صلاة واحدة ولم يسجد سجدة واحدة، فقتل في هذه الغزوة. وكان الرجل الذي دخل الجنة بعدما أعلن إسلامه واستشهد ونال الشهادة وهو أيضا لم يصلي صلاة واحدة، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من فضله وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.